الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنخل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض، وقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانك ربنا إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، أعصاك تسترني وأنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من ليس تنساني. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا قال من
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها قل يحييك الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا نسي خلقه
وضرب لنا مثلا ونسي خالقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق
خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
بيكس الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة فيها فاكهة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
خلق الإنسان من صلصال فخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين رب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله في البحر كالآلاب وله الجوائر المنشآت
كل من عليها فان كل من عليها فان وله المنشآت في وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار بحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان وله كل من عليها فان 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 ويبقى بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. بسم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن إلى ربك الرجعى. لا إله إلا الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت ربنا، والله لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم بالنخاس مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. وزيعت نقلت على مسامح حضراتكم على أحدث مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية
وقصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخازن الفراشة الكبرى حاج إبراهيم الكيلاني وأولاده ميت العز مركز ميت غمر دقهلية. أيها الإخوة المؤمنون كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس محمد عادل الشحات شبراهور مركز سبلاوين بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.